صح؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متشكر جداً جداً يا دكتور محمد على التقديم الهائل ده، يعني لا أستحقه، ربنا يكرمك. متشكر اللجنة المنظمة كلها. المرة التانية أنا هقدم الزي بويم، بس المرة دي الحالة بتاعت امبارح كانت دكتورة شمال كانت اشتغلتها، الحالة بتاعت النهاردة دي أول حالة ليا مع الدكتور محمد شربيني والدكتورة شيماء في حالة بويم، فأنا عايز أشكرهم بس الأول قبل ما أبدأ، يعني دكتور شربيني ودكتورة شيماء متشكر جداً جداً ليكم. تراني تأثرت، دول المنافسين بتوع يا جماعه في الحالات اللي بعد كده، ومع ذلك هو بيضيع فرصته بان هو تعالوا نشوف. تعال نشوف ايش. This is a 71 year old female patient had dysphagia and excessive salivation halitosis. اتعمل لها باريوم ستادي وطلعت ان هي عندها two divertica، واحد زنكر دايفرتيكولا والتاني موجود على الكريكوفرنجس والتاني عباره عن بالشن دايفرتيكولا موجود على بعد من 22 ل 26 سنتي من الدنتال ارش ده بالمنظار بعد كده لما شفناه. واحنا بنقيم البيشنت دي كنا قعدنا نفكر احنا نعمل لها ايه، وطرحنا كل الاوبشنز عليهم. هي باي ذا واي ابنها مدرس جراحه، وبعد ما يعني اتكلمنا معاه فهو يعني كان بيستبعد تماما ان هو يعمل دايفرتيكولكتومي او يعمل سيرجيكال اوبشن نظرا للليثال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل معاهم. اتكلمت مع دكتور شيماء ودكتور شربيني في البيشنت ده، وكنا بنتناقش هنعمل لها زي بويم للزنكر بس ولا هنكمل كمان للدايفرتيكولا من اللي تحت. وبعدين في الاخر كنا وصلنا لقرار ان احنا الدايفرتيكولا من اللي موجود تحت ده دايفرتيكولا صغير حوالي 3 سنتي، فقررنا ان احنا ناجله ونشوف السيمتومز هتتحسن الاول بعد اول زي بويم ولا هنحتاج نعمل دي بويم للدايفرتيكولا من الموجود تحت. وبالفعل احنا عملنا البيشنت ده، بدانا الاول بتقييم القصه. ده الدايفرتيكولا، اتس فيري لارج دايفرتيكولا 6.5 سنتيمتر، وكان كونتيننج فود. لو كنتوا شفتوا في الاول هنا الفود اللي كان فود ريزيدجز اللي كانت موجوده فيه، ده السيمتومز السبتم. واحنا كده دخلنا الاسوفيجس. انا بس معلش مسرع قوي الفيديو علشان خاطر ندخل على النقطه المهمه. ده السكند دايفرتيكولم هنا اللي موجود من 22 ل 26 سنتي من الدنتال ارش، وده اللي قررنا ان احنا ناجله كده ونشوف بعد تحسن السيمتومز او عدم تحسنها نقيم احنا هنعمل العيان ده حاجه ثانيه ولا لا. تنسوش ان البيشنت 71 years old. بنقيم دايما الكارديا في اي عيان عنده اسوفاجيال دايفرتيكولا عشان نطمن ان مفيش اي بروبلم موجوده فيها اكاليزي او حاجه، وده الدايفرتيكولا اللي هو الميد اسوفاجيال دايفرتيكولا مره ثانيه واحنا طالعين. كده ده اسوفاجس، شايفين فيري تايت ازاي. ده السبتم وده الزنكر دايفرتيكولا. بدانا على بعد حوالي سنتي ونص من السبتم بان احنا حقنا ميثايلينيتد سالين، عملنا بيه سب ميكوزال بليب بالشكل ده. ادي السبتوم شايفينه على بعد سنتي بالظبط. وبعدين بدانا نعمل الميكوزال انسيجن علشان ندخل ونعمل التانل بتاعنا. دكتور شربيني باي ذا واي هو دكتور شيماء كانوا صابرين جدا جدا علينا في الحاله، متشكر جدا والله ليهم، حتى لو ما كسبتش مش مشكله. احنا عارفين الاسلوب ده. بنوسع الفتحه بتاعتنا عشان نقدر بس ندخل بالمنظار. نكمل سب ميكوزال انسيجن ونحمل نفتح لنفسنا تانل. في البدايه خالص واحنا لسه بنفتح التانل حصل معانا بليدنج بالمنظر ده. شايفين الاسبرتر؟ شايفين المنظر بتاع الاسبرتر؟ جبنا هوت بايوبسي على طول ومسكنا الاسبرتر ده. ممكن نستخدم الهوت بايوبسي، ممكن نستخدم الكواج جراسبر. الكواج جراسبر بس غالبا يعني غالي شويه، فعشان كده بنستخدم الهوت بايوبسي. جود هيموستيزس بعد ما مسكنا الفيسل اللي كان موجود. بعدين دخلنا نكمل التانل بتاعنا. ده منظر السب ميكوزا.
كده بنوسع لنفسنا التانل اللي موجود ناحيه الاسوفجس. احنا باي ذا واي احنا عندنا تو سب ميكوزال ارياس، واحده ناحيه الاسوفجس وواحده ناحيه الدايفيرتيكولم. فاحنا بنعمل في الحالات اللي زي كده تو تانلز. كل شويه بنطلع نتشيك اللينث بتاع السب ميكوزال تانل بتاعنا على الاسوفجيال سايت عشان نبقى متاكدين ان احنا ماشيين كويس بنفس الطول بتاع الدايفيرتيكولم. ده الدايفيرتيكولار سايت، كان في حته صغيره كده لسه بنكملها هنا. ده الدايفيرتيكولار سايت وده الاسوفجيال سايت. تانل تاني برضو بنأسس اللينث بتاع الفتحه على الدايفيرتيكولار سايت. حبينا ان احنا نوسع التانل بناحيه الاسوفجس بس شويه وحصل معانا بليدنج للمره الثانيه، بس ده كان بسيط فعشان كده عملناه بالنايف على طول من غير كوات جراسبر. ده منظر التانل بتاعنا الاسوفجيال في الاخر. ده التايفيرتيكولم الثاني، هو واحد الزنكر دايما بوستيريور والثاني ده طلع انتيريور دايفيرتيكولم، يعني مش على نفس الايه السايد. جينا للسيبتم بقى وبدأنا نعمل هنا المياطمي. بعد ما بتقطع أول حتة بيبتدي الدنيا تبان عندك في شكل خطين. الخط الأولاني هو الناحية بتاعت الأسوفيجس اللي هي الماسل فايبر اللي بتاعت الأسوفيجس، وبعدين في النص حتة فاضية اللي هي المكان اللي ما بين الدايفيرتيكولم والأسوفيجس، وبعدين شويه سب ميكوزال فايبرز كده نقطعها ايه واحنا بنقطع السبتم اللي موجود. ادي خط وادي التاني. واحده واحده، وطبعا الكلام ده احنا عاملينه بسرعه قوي، لكن هي الحاله دي اخذت معانا ساعتين وخمس دقائق بالظبط، فما كانتش سريعه قوي يعني بالمنظر اللي انتم شايفينه. احنا اختصرناها لست دقائق و13 ثانيه. بعد ما خلصنا المايوتومي كان الدخول الاسوفيجس اسهل بكتير من اللي قبل كده. وبعدين قررنا ان احنا نعمل اكستندد مايوتومي 1 سنتي كمان تحت السبتم عشان نقلل الريكرنس. بعد ما عملنا الاكستندد مايوتومي دي بدانا نقفل التانل، وده اول كليب اتحط. الثالث الرابع وده اخر كليب، وده المنظر في النهايه. شكرا جزيلا ليك.